السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة إن شاء الله هنشرح منهج كونكت بلس برايمري 1 أو الصف الأول الابتدائي وترم 2 الترم الثاني. هنبدأ من يونت 7 لأن المنهج بتاع الترم الثاني بيبدأ من يونت 7 أو من الوحدة السابعة، وده كوفر كتاب زي ما احنا شايفين كونكت بلس primary 1 student book students book يعني كتاب الطالب term 2، وزي ما احنا متعودين يكون معانا كشكول وقلم علشان نكتب الملاحظات ونذاكر منه. ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما احنا شايفين دي اول صفحة في الكتاب connect plus، وده الكوفر الداخلي، وهنا الكونتنتس او المحتوى الخاص بمنهج connect plus الترم الثاني للصف الاول الابتدائي. زي ما احنا شايفين في اول حاجة هو بيراجع معاك الحاجات اللي كنت المفروض تاخدها في الترم الاولاني. بعد كده المحور الثالث how the world works، how the world works يعني كيف يعمل العالم، how the world works. واول يونت في المحور الثالث يونت 7 او الوحدة السابعة let's go shopping. Let's go يعني دعنا نذهب، shopping يعني لنا تسوق يعني نروح نشتري حاجات. Let's go shopping. Unit 8 الوحدة الثامنة off to work. Off to work يعني إلى العمل، إلى العمل. Off to work، work يعني العمل. Unit 9 أو الوحدة التاسعة at the market. At the market يعني في السوق، في السوق at the market. وطبعا المحور الرابع او theme 4 communication. communication يعني الاتصالات، بيكلمنا طبعا عن العصر اللي احنا فيه وعصر الاتصالات والاتصالات بانواعها. unit 10 او الوحدة العشرة out and about. out and about، out يعني بالخارج، and about، about يعني عن حاجة معينة، عن شيء معين، بخصوص شيء معين. unit 11 او الوحدة الحداشر it's 10 o'clock. it's 10 o'clock يعني انها الساعة العاشرة. it's 10 يعني عشرة، o'clock يعني الساعة. it's 10 o'clock الساعة العاشرة. unit 12 او الوحدة الاتناشر my free time. my free time يعني وقت فراغي، my free time، وبيكلمك عن وقت الفراغ واحنا بنعمل فيه ايه. وفي قصة عندنا في منهج كونكت بلس الترم الثاني وهي اسمها The Ugly Duckling. The Ugly يعني القبيح، Duckling البطة الصغيرة القبيحة، ودي قصة جميلة جدا هنشرحها بشكل جميل ومفصل وهنتسلى كلنا مع بعض واحنا بنشرحها. وده المحتوى او الكونتنتس الخاص بمنهج كونكت بلس الترم الثاني، ويلا نبدأ مع بعض. وزي ما احنا شايفين يا أصحابي هنا يونت 7 أو الوحدة السابعة let's go shopping. let's go shopping يعني دعنا نذهب لنتسوق. let's go دعنا نذهب، shopping نتسوق نشتري حاجات. وصديقتنا بيزي بي بتقول لنا look انظر، listen استمع، and read read واقرأ. يبقى احنا هننظر وبعدين هنستمع للي بيقوله المستر بتاعنا او التيتشر بتاعنا، وبعد كده هنقرا اللي هو قاله مرة تانية. فاحنا هنا شايفين في شنطة سفر وفي حاجات خاصة بشنطة السفر دي، زي ما يكون حد رايح رحلة وبيجمع الحاجات بتاعته علشان يروح الرحلة دي. فعندنا هنا اصحابنا، واصحابنا مكملين معانا من الترم الاولاني، ده صديقنا هاني ودي صديقتنا هنا، وهما بيتكلموا مع بعض. فهنا بتقول للهاني we are going on vacation. we are going on vacation يعني احنا رايحين في اجازة، هنروح اجازة. فهي بتقول له we are نحن going on vacation هنطلع اجازة، هناخد اجازة. فهو بيرد عليها وبيقول لها what do you need on vacation،
انتي بتحتاجي ايه في الفيكيشن. وهنا لسه بيكمل معانا، بيركز معانا على معلومة الخاصة بالنيد او بالحاجة وبالوونت او الرغبة. وطبعا احنا اتكلمنا عنها باستفاضة واحنا بنشرح منهج ديسكوفر الترم التاني برضو الخاص ببرايمري وان او الصف الاول الابتدائي. فرق بين الرغبة اللي هي الوونت والحاجة اللي هي النيد. طبعا الحاجة هي شيء انت بتحتاجه، حياتك من غيره بتتأثر تأثير بالغ وكبير وممكن لا قدر الله الواحد يموت. لكن الوونت او الرغبة فهي حاجة انت محتاجها بتخليك سعيد، بس في نفس الوقت لو ما حصلتش عليها حياتك مش هتتأثر وهتبقى عايش عادي. فهنا بيقول لها What do you need؟ انت بتحتاجي ايه؟ والنيد طبعا زي ما احنا قلنا هي الحاجة واللي هي الشيء المهم on vacation في الاجازة بتاعتك. فهي بتقوله I need، انا احتاج shoes حذاء، clothes ملابس، and و sunglasses يعني نظارة شمس. فهي بتحتاج shoes clothes and sunglasses. فهو بيقول لها do you want يريد غير need يحتاج. واحنا قلنا الwant حاجة انت بتبقى عايزها بس لو ما حصلتش عليها حياتك مش هتتأثر. فهو بيقول لها do you want، هل انت تريدي the teddy bear الدبدوب اللعبة. بيقول لها do you want the teddy bear، هل انت تريدي الدبدوب اللعبة. فهي بتقول له yes، نعم I want the teddy bear، انا اريد الدبدوب اللعبة. because لأن he makes me happy إنه يجعلني سعيد. make me يعني بيجعلني happy سعيد. فهي بتقوله إن الدبدوب اللعبة بتاعي بيخليني سعيدة ومبسوطة. فمرة كمان yes، نعم I want، أنا أريد the teddy bear الدبدوب اللعبة. because he makes me happy، لأنه بيجعلني سعيدة. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا ونوصل لبيج نمبر 3 أو صفحة رقم 3. وبيزي بي هنا بتقول لنا look انظر، listen استمع، and say وقل. فأنت هتنظر معايا على الصور اللي موجودة وبعدين هتستمع لاسمها زي ما أنا هقوله وبعدين انت هتقوله مرة كمان لوحدك. فهنا صورة مجموعة ملابس زي ما احنا شايفين يا اصحابي، احنا بنتكلم عن الشوبينج. شوبينج يعني تسوق. فهنا بيوري لك مجموعة من الملابس ممكن الناس تكون بتشتريها وممكن الناس تكون بترتديها. فاول حاجة عندنا هنا سويتر يعني جاكيت صوف. سويتر جاكيت مصنوع من الصوف او سترة مصنوعة من الصوف، ودي اسمها سويتر. جاكيت يعني جاكيت طبعا سترة زي ما احنا شايفين شكلها جاكيت. دريس يعني فستان. دريس. سوكس يعني شرابات. سوكس او جوارب. سوكس. سكيرت يعني تنورة او اللي احنا بنقول عليها جيبة. سكيرت تنورة او جيبة زي ما احنا عارفين اسمها. سكيرت. سكارف يعني كوفية. سكارف يعني كوفية. كاب يعني طاقية. كاب. شيرت يعني قميص باكمام طويلة. شيرت يعني قميص واكمامه طويلة. تي شيرت زي ما احنا شايفين هو قميص بس مقفول اللي احنا بنسميه فانيلا، وبيبقى اكمامها دايما قصيرة علشان كده بيسموها تي شيرت. فاحنا نقول مرة كمان سويتر جاكيت دريس
dress. Cap. Cap. Socks. Socks. Skirt. Skirt. Scarf. Scarf. Shirt. Shirt. T-shirt. T-shirt. والجزء التاني من البيج هنا بيقول لنا بيزي بي بتقول لنا read and say. read يعني اقرأ and say وبعد كده قول. فهنا صديقتنا اللي في الصورة بتقول what is this. وطبعا احنا عارفين الفرق بين this و that. this لما باجي بشاور على حاجة قريبة وهي معناها هذا أو هذه، أو بأشير لحاجة قريبة مني في المكان فبقول عليها this. لما بشاور على حاجة بعيدة عني في المكان بقول عليها that. وthis وthat يعني هذا أو هذه، وبتيجي للحاجة الواحدة المفرد. فلو بشاور على حاجة واحدة موجودة قدامي قريبة مني بقول عليها this. لو حاجة واحدة بس بعيدة عني في المكان بقول عليها ذات. وطبعا زي ما احنا عارفين ان لو مجموعة حاجات مش حاجة واحدة يعني هؤلاء بس موجودة قريبة مني في المكان فبشاور عليها ما بقولش ذس، بقول عليها ذيس. ذيس يعني هؤلاء، ودي بيبقى لمجموعة حاجات اكتر من حاجة واحدة ودي بتبقى جمع. لكن لو مجموعة حاجات بعيدة عني في المكان وبشاور عليها فبقول عليها زوس. زوس يعني هؤلاء، ودي للبعيد. وطبعا ذس وذات بيجي معاهم از زي ما احنا عارفين، لان از هنا بتبقى للمفرد. وات از ذس، ما هذا. فذس بيجي معها از وذات بيجي معها از، لان احنا زي ما احنا قلنا هي اداة اشارة لحاجة واحدة مفردة. لكن لما بشاور على حاجة جمع إز ما بتجيش مع الجمع، بيجي مع الجمع آر. آر للجمع. فلما بشاور على مجموعة حاجات وأقول عليها زيس بقول آر. What are these. هي بتشاور وبتقول What is this، ما هذه. أو موجود قدامها الصورة بتاعت السكيرت دي ومكتوب تحت منها This is a skirt. هذه تكون تنورة. هذه تنورة أو جيبة يعني. فthis is a skirt، هذه تنورة. صديقتنا التانية بتقول what is that، ما هذا. وthat هنا بتيجي للإشارة لحاجة بعيدة بس حاجة مفردة، حاجة واحدة لوحدها. فبتقول what is that، ما هذا، وبتشاور على حاجة بعيدة. وبيزي بي في آخر البيج هنا بتقول look انظر at exercise 2 على التمرين التاني أو رقم 2 point asher ask اسأل and answer ثم أجب. فالمفروض وإحنا قاعدين مع بعض كده يا أصحابي يبقى مثلا قدامنا الكشكول بتاعنا أو القلم، فتسأل كده وتقول زي صاحبتنا زي أصحابنا اللي موجودين في الصور هنا وتقول what is this لما يبقى القلم او الكشكول قريبين منك. فبعد كده انت كده اشرت وسألت في نفس الوقت. point يعني اشر و ask يعني اسأل. فبعد كده انت المفروض كمان ترد وتقول this is a pen، ده قلم. this is a notebook، هذه كراسة. this is a notebook، هذه كراسة. طب لو انت حطيتهم بعيد عنك شوية وقفت تشاور عليهم من بعيد فتقول ايه what is that، ما هذا. فانت كده اشرت وسألت، فالمفروض بعد كده بتجاوب فتقول that is a pen، هذا هو قلم. that is a notebook، هذه هي كراسة. فاحنا عرفنا الفرق بين what is this و what is that. this بتيجي للقريب و that بتيجي للإشارة للبعيد. ودلوقتي المفروض هنعرف بس الفرق ما بين this و those.
في اللغة الإنجليزية أي حاجة أكتر من واحد اتنين أو أكتر دي بيقول عليها جمع. فاتنين أو أكتر في اللغة الإنجليزية ما ينفعش يجي معاها إز، لأن إز بتيجي للمفرد في verb to be، وإحنا إن شاء الله هنشرحه لوحده ويبقى ليه درس لوحده ينفع كل المراحل. فإز بتيجي للمفرد، لكن لما بتبقى حاجة جمع اللي هي أكتر من واحد زي ما قلنا بيجي معها are يعني يكون. ف ذيس اللي هي زي ما احنا شايفين ذيس يعني هؤلاء، ودي بتيجي للجمع لما بشاور على مجموعة حاجات بس مكانها قريب مني، زي ما ذيس بتيجي لما شاور على حاجة واحدة قريبة مني. لما بتبقى مجموعة حاجات أكتر من حاجة واحدة قريبة مني بقول عليها ذيس THESE، ودي معناها كلمة هؤلاء، ودي للإشارة لمجموعة أشياء قريبة مني في المكان. طب لو مجموعة أشياء بعيدة عني في المكان بقول عليها زوس THOSE، والاتنين زي ما احنا قلنا بيجي معهم R يعني يكونوا. فلما اجي اقول مثلا What are these؟ ما هؤلاء؟ What are these؟ ما هؤلاء؟ ف بنرد ونقول ايه، احنا اشرنا دلوقتي على مجموعة حاجات وسألنا السؤال، فالمفروض هنرد ونقول these are socks، these are socks يعني هؤلاء او هذه مجموعة من الشرابات. وزي ما احنا قلنا these للاشارة لمجموعة اشياء اكتر من حاجة واحدة وفي مكان قريب مني، اشارة لمجموعة اشياء قريبة مني في المكان. طب لو حاجة لمجموعة أشياء بعيدة عني في المكان فبقول عليها زوس، زوس يعني هؤلاء، بس دي إشارة لشيء لمجموعة أشياء بعيدة عني في المكان. فلما أقول مثلا What are those؟ What are those؟ ما هؤلاء؟ ودي أنا بشاور على حاجة بعيدة عني في المكان، فبعد كده بعد ما سألت السؤال المفروض الإجابة بتكون those are سوكس، هؤلاء أو هذه مجموعة من الشرابات، those are socks. وبكده نكون أنهينا درس النهاردة. لو استفدت من الدرس اعمل لايك، والأهم إنك تشارك الدرس ده مع أصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب، وخليك متأكد دايما إن في حد غيرك محتاج المعلومة بجد، ممكن تفرق معاه كتير وإنت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وإن شاء الله هنكمل شرح المنهج ده بشكل مفصل وبشكل مبسط كمان، وهنحل التدريبات بتاعته من الاكتيفيتي بوك بتاعه أو من كتاب الأنشطة والتدريبات بتاعته. وما تنسوش لو حبيتوا تستفيدوا بالخصم اللي عامله موقع جوميا لمشتركي قناة فلاش التعليمية، لازم تدخلوا من اللينكات الخاصة بالقناة، وأنا سايبها لكم في الديسكريبشن أو في الوصف أسفل الفيديو، والخصومات دي بتوصل ل50%. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.